الو، مساء الخير. طبعا انت في طريقك للشغل واكيد لابسه فندق، مع انه لبس رجالي بس اكيد شكلك زي القمر. وايه كمان؟ في ملف على الكرسي اللي جنبك عشان كل ما تقفي في الاشاره تبص فيه شويه. اولا سهل جدا تعرف ان انا رايحه الشغل لان ده ميعاد شغلي. ثانيا بقى موضوع الملف ده انت عارفه عني كويس قوي، فيعني لو عايز تبهرني محتاج مجهود اكبر من كده بكتير. معقول؟ مع انك بتبهريني باقل حاجه. ده العادي بتاعي. انت بتاكل وانت في الشغل؟ قول لي بقى بتاكل ايه؟ سندوتش كده فراخ. وحلو بقى على كده؟ لا طبعا، اي حاجه بتبقى مش من ايدك اكيد وحشه. ما كفايه تثبيت بقى. تثبيت ايه بس؟ اصلها وحشتني قوي. هي مين دي اللي وحشتك؟ الباميه. الباميه؟ ماشي. باميه؟ اه الباميه يا رأفت. ايه ما بتحبهاش؟ هو انت بتتكلم مع حد وانت بتكلمني؟ ده رأفت زميلي في الشغل معانا على خط. طب انت بتكلمني وانت بتتكلم مع رأفت ليه؟ يا عمر ابوس ايدك، ابوس ايدك، خليك معايا بقى، خلينا نخلص. يا عم ما تبقاش جليات بقى. حبيبي واضح انك مشغول، خلاص كلمني في وقت تاني لما تروح. يا حبيبتي ما عنديش اهم منك اتشغل بيه. بس واضح كده انك متشيكه على الاخر وعندك كلام. انت فاكر انك هتعرف تتذاكى عليا زي ما بتتذاكى في شغلك؟ ايه ده؟ انت بتحديني؟ دي بتحداني يا رأفت. معلش انسحب يا عم. ماشي يا عم الجامد. تقدر تقول لي انا لابسه الوان ايه دلوقتي؟ هقول لك في 30 ثانيه. ماشي ابدا اتفضل. الدنيا حر، واول ما ركبت العربيه شغلت التكييف ونفخت في نص المكالمه، ولما رديتي عليا كلمتي بنبره رسميه، ده معناه انك رايحه اجتماع مهم تبع الشغل، وده طبعا يخليكي محتاجه تلبسي حاجه شيك وخفيفه في نفس الوقت. انا عارف انك ما بتحبيش تلبسي الاسود في الحر، فهقول لك الاجابه غلط عشان من رد فعلك هعرف ايه هي الاجابه الصح. انت لابسه بدله بيضة على قميص بينك. غلط. واضح انك مبسوطه قوي ومتخيله انك هتكسبي عشان انا قلت اجابه بعيده تماما عن اللي انت لابساه. يبقى انا محتاج عكس الالوان دي، وما اني قلت لك انك لابسه بدله بيضة يبقى انا محتاج الوان، وانا استبعدت الاسود فاجابتي الاخيره انك لابسه بدله جري على قميص ازرق. كل ده وانا مش شايفك على فكره. تفتكر هتفرق يعني لو انت واقف قدامي؟ اما انت بتيجي قدامي بتبلم برضه. مش بحبك. وحشتني. منور يا رأفت. ده نورك يا حبيبي. احنا نجيب ليمون بقى ونقعد بقى ولا ايه؟ عمر الراجل وصل. خدت بالي. يلا بينا. معلش يا حبيبتي هكلمك تاني. خلي بالك من نفسك وارجع لي بالسلامة. ها؟ لا اله الا الله. محمد رسول الله. حلقات جديدة يوميا على فيو بتوقيتك.